العلاج بالأيدي هو طريقة للتخلص من آلام في الظهر أو الرقبة أو العمود الفقري بشكل فيزيائي لا يشمل أي عقاقير أو تدخل جراحي، وبات يعرف بالطقطقة، يعني طقطق العظام أو علم تقويم الجسد، وينتشر بين الناس وله مراكز مختصة. إلا أن هذه الطريقة بالعلاج رافقها الكثير من الأسئلة بشأن حقيقة أثرها على الجسم وحتى المضاعفات والأخطار التي من الممكن أن ترافق هذا الموضوع. من هم الخبراء المؤهلين أو المختصين للقيام بهذا النوع من العلاج؟ هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عليها مع اختصاصي العلاج الطبيعي إسلام قدح. صباح الخير لك إسلام. صباح الورد ستي. أهلا وسهلا فيك. بنلاحظ أن موضوع الطقطقة في بعض الأشخاص مدمنين عليه لدرجة أنه بيعطيهم ممكن راحة نفسية، هل العلاج من ناحية المبدأ طقطقة العظام هل هو علاج لشيء معين؟ هلأ بالبداية هي بصراحة ظاهرة صارت تنتشر بين الناس وبرضو بين كثير من العالم اللي صاروا يشتغلوا هاي الشغلة سواء مختصين أو غير مختصين. في البداية خليني بس أوضح لك، إحنا في عنا نوعين من الطقطقة، نوع فسيولوجي ونوع مرضي. بنحكي عن النوع الفسيولوجي اللي هو الإشي الطبيعي اللي بصير بالمفصل إذا كان فيه محدودية. نأخذ مثلا مثال اللي هو العمود الفقري، في مدى حركي معين لكل فقرة من هاي الفقرات. هل إذا واحدة من هاي الفقرات علقت، خلينا نحكي بالعامية، أو صار فيها محدودية بهاي الحركة، إذا عملنا أي حركة مفاجئة على مستوى هاي الفقرة ممكن نسمع صوت هذا الكراك أو هاي الطقة اللي هي بتكون بدون ألم طبعاً. والصوت اللي نسمعه إحنا هو عبارة عن صوت فرقعة الغاز داخل هذه الفقرات، وهذا طبيعي. وفي عندنا النوع المرضي اللي هو إذا رافق هاي الطقطقة ألم معين، مثل عندي مثلا طقطقة في مفصل الكتف، ممكن في مفصل الركبة، ممكن على مستوى مفصل الفك، فهذا بكون في عندي مشكلة في المدى الحركي، إنه ممكن يكون في زيادة في المدى الحركي، في التهاب بالأربطة المحيطة بالمفصل، أو في عندنا ليونة في هاي المفاصل. ولكن من يستطيع أن يشخص أنه فعليا هذه المشكلة هي تحتاج لحل لطقطقة العظام؟ يعني هل بيكون مثلا في صور معينة يحتاج أن يعملها المريض؟ هل آلام معينة؟ هلا هون أنت جيتي مباشرة لمربط الفرس. صراحة إحنا هذا النوع من العلاج اليدوي هو نوع له فوائد وإله نتائج كويسة إذا أخذ بالطريقة السليمة والأسس السليمة، ولكن إله مضار كثير وممكن يعمل مشاكل كثير. عشان هيك لازم يكون الشخص اللي بيعمل هذا النوع من العلاج هو شخص متخصص. يعني بنحكي عن متخصص، بنحكي إما دارس هذا الاختصاص وهو ما يسمى بالكايروبراكتر في العالم، وهو دراسة من 4 سنوات لـ7 سنوات، يعني نوع من أنواع الطب، أو إنه معالج طبيعي ماخذ دورات متقدمة، أو أي شخص مثلا نحكي عن ممكن طبيب عظام يكون ماخذ هذا النوع من أنواع الاختصاص. ولكن بس ما شاء الله ما نشوف على السوشيال ميديا، يعني بديش أحكي مصطلح ولكن ما بنبه، هي صارت يعني موضة صراحة. صار في كثير ناس متطفلين على هذا النوع من العلاج، صار في ناس في كثير أماكن بتعطي دورات وهمية بهذا النوع من العلاج، وهو بيعمل مشاكل. لأنه أنا كمعالج طبيعي لما بدي أشوف مريض وأشوف إنه هذا النوع من العلاج ممكن أستخدمه، لازم أطلع على ممكن على صور الأشعة، لازم أعمل فحوصات معينة وتستات معينة وتقييم معين لهذا المريض، أشوف إنه هذا النوع من العلاج ممكن يفيده ولا لا، أو ممكن أستخدمه بالخطة العلاجية. لأنه إذا بدي أعتمد عليه هو كعلاج، هو الراحة اللي بتشعر فيها الشخص ما بعد العلاج هي لا تتعدى 20 إلى 30 دقيقة على أحسن الأحوال. بعدين ممكن أن ترجع الأمور زي ما كانت. هذا بسبب إنه يعني هذا الموضوع هو غير ملائم، أم بسبب إنه من الممكن أنه يعني حدث بشكل خاطئ، ولا لأنه بيحتاج إلى نوع علاج آخر؟ يعني بمعنى إنه بعض الأشخاص بيشعروا براحة بس بمجرد طقطقة. صحيح، هو اللي حكينا إنه هاي الراحة بتكون لمجرد خروج الغاز من داخل المفصل، فبحصل تمدد بالأربطة وبصير في عنا شوية استريتشنج وبزيد الإندورفين في هاي المنطقة، فهذا الإشي اللي بيعطي شعور بالراحة. ولكن زي ما حكينا هو لا يتعدى
يعني تشعر بالارتخاء الى حد ما يعني للجسم؟ هو ارتخاء هو وقتي. من انواع مثلا كيف الناس بيلجؤوا للمساجات مثلا، المساج العضلات، هل هو مرتبط ايضا بالعضلات؟ صحيح طبعا هو مرتبط، لانه هلا احنا ما بننصح الناس انه يعملوا هذا الشيء بشكل متكرر، خصوصا الناس اللي بيعملوا الطقطقه لحالهم، يعني اللي بيعمل طقطقه الظهر او الرقبه، لانه هذا ممكن يعمل عندي ارتخاء بالاربطه، ارتخاء بالعضلات. غير هيك الجسم نفسه رح يحاول يقاوم هذا التغير المفاجئ وهي الحركة المفاجئة اللي بيعملها الشخص، فالعضلات المحيطة في هذا المفصل تشنج مشان تحمي نفسها. فاللي بصير عندنا هو ارتخاء وقتي، ولكن مع التكرار رح يصير في عندي ارتخاء بالأربطة المحيطة بهذا المفصل، رح يصير في عندي ممكن، خصوصا إذا كان معمول بغير دراسة أو غير علم أو من شخص غير مختص، ممكن يصير عندي خشونة بالمفصل اللي ممكن نشتغل عليه هذا النوع من الطقطقة بسبب هاي الارتطام يعني، أو خلينا نحكي هاي الحركة اللي هو الأوفرلود بالحركة المفاجئة اللي عم بتصير بكل مرة. ورح يصير في عندي كمان اللي هو التشنج العضلي اللي ممكن يصير مزمن في هذا المفصل. يعني خلينا نحكي حتى فيما لو انه شخص متخصص هو اللي عمل هذا الموضوع، تكرارها زي ما قلت انه يعني من الممكن انه ترخي الاوتار اللي ممكن تربط العضلات والعضله تتشنج، فتخيل انه قوه العضله رح تصير اكبر مع ارتخاء اكبر في، لكن الفرق انه الشخص المختص رح يكمل هذا العلاج يعني هو جزء، صحيح هو جزء من الخطه العلاجيه وليس علاج ممكن يكون بس بيفتح لنا باب لشغله معينه اللي نكمل التريتمنت في 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 المشكله اللي جاي المريض علشانها. جميل، يعني اذا هو ضمن بروتوكول علاجي معين. صحيح. هذا من جهه، من جهه اخرى عدم يعني فعل هذا الموضوع من قبل مختص، ما هي الاثار الجانبيه؟ ما هي الاخطار؟ يعني بصراحه كثير مشاكل احنا شفناها، خصوصا الناس اللي عندهم خلينا نحكي موانع للعمل هذا النوع من العلاج، سواء من مختص أو غير مختص. هلا في ناس كمان مختصة ما عندها الخبرة الكافية إنه تقوم بهذا الدور. فخلنا نحكي أنا عن المضار أو عن الأنواع، المرضى اللي ممنوع يستخدموا هذا النوع إجمالا. أول شيء الناس اللي عندهم هشاشة عظام، بنحكي عن الناس اللي عندهم خدر أو نمنمة على مستوى الإيدين أو الأرجل، هذا اللي بيكون في عنده ديسك ضاغط. الناس اللي عندهم كانسر، أي شخص معرض لسكتة دماغية أو خلنا نحكي للجلطات الدماغية، الناس اللي هذول اللي بنشتغل على مستوى الفقرات، إذا كان في عندي ديسك كبير ضاغط على مستوى الفقرات العنقية أو فقرات الظهر، إذا كان في عندي بنحكي عن تزحزح أو تحرك أو عدم ثبات في مفصل في الفقرات الصدرية أو فقرات العنقية أو فقرات القطنية، هل هذول كلياتهم ممنوع؟ عشان هيك بنحكي انه لازم نعمل اسسمنت، تقييم معين، نشوف هذا المريض بزبط انه نعمل له هذا النوع من العلاج ولا لا. هلا ايش ممكن المخاطر تصير؟ ممكن تؤدي الى الوفاه، اذا كان في عندي مثلا لا سمح الله خطا على مستوى الفقرات العنقيه، في ناس صار في عندهم شلل، في ناس صار في عندهم جلطات، في ناس ادت فعليا الى الوفاه. وهو من أكثر أنواع المهن على فكرة على مستوى العالم اللي فيها قضايا بالمحاكم، لأنه مخاطره كثير كبير إذا انشغل بطريقة خاطئة. حساس جدا. صحيح. سريعا الأطفال أو في سن معين من الممكن أنه مثلا تلجأ لطقطقة بأي شكل من الأشكال؟ هلا الدراسات ما أثبتت أنه العمر له دور، لأنه بنشغل على الصغار وبنشغل على الكبار، ولكن زي ما حكينا الشخص المختص والخبير في هذا العلاج. شكرا لك إسلام قداحي، اختصاص العلاج الطبيعي، نورت في هذا الصباح. أهلا وسهلا فيك.